اللي خاصك تعرف ان الباترون ديالك ما عندوش الحق يجي ويجري عليك من الخدمه، ضروري خاصو يتبع واحد المساطر اللي طويله، سينو الا ما تبعهمش غادي تسمى دار لك الطرد التعسفي. وما ادراك ما الطرد التعسفي، في هذه الحاله غادي يولي عندك واحد التعويض اللي كيكون مقمح بزاف. لذلك في هذا الفيديو غادي نهضروا على مسطره الفصل من الشغل، وكذلك في الحاله ديال الطرد التعسفي شنو هما التعويضات اللي كتاخذ وكيفاش تحسب هاد التعويضات بالضبط باش ما يزربش عليك الباترون. نبداو على بركه الله. كاشاره فقط غادي نهضروا فقط على الناس اللي عندهم كونترا سي دي، اما الناس اللي عندهم العقود اخرين راه هضرش عليهم في هاد الفيديوهات اللي غادي يبانوا لكم. كذلك غادي نهضروا فقط على القطاع الخاص او القطاع بريفي اللي كتحكموا مدونه الشغل، اما الناس ديال القطاع العام ما غاديش نهضروا عليهم في هاد الفيديو للاسف. اذا اسيدي انت مسيني كونطرا سي دي، شنو هي الحاله اللي غتخليك تخرج من الخدمه او تفقد الشغل ديالك؟ كاينين 4 ديال الحالات وكاين الخامسه غادي نزيدوها في الاخر. اذا اول حاجه هي تقدم انت الاستقاله ديالك، يعني بالخاطر ديالك كتحط الاستقاله. اللي خاصك تعرف هنا انك ماشي غادي تجي تكتب الاستقاله وتليغاليزيها وتقول لهم الله يعاوننا ويعاونكم، ضروري خاصك تحترم واحد الحاجه اللي كتسمى بالبريافي او لا اجل الاخطار. هاد اجل الاخطار كنت تكلمت عليه في هذا الفيديو اللي غادي يبان لكم هنا، انك ملي كتسين الكونترا مع الباترون ديالك كيكون واحد البند مكتوب فيه البريافي وكيحدوا لك الباترون كيدير فيه سوا شهر او شهرين او ثلاث شهور. شنو كيعني هذا؟ انك الا حطيتي الاستقاله ديالك ضروري خاصك تخدم هذيك المده ديال البريافي كامله حتى تساليها عاد كتخرج من الخدمه. مثلا عندك البريافي فيه شهر وحطيتي الاستقاله اليوم وشده من عندك الباترون، ضروري خاصك تسنى حتى يكمل شهر عاد كتخرج من الخدمه. الا كان هذا البريافي ما محددش في عقد العمل كيتحدد اوتوماتيكمون بمدونه الشغل. هنا كتحددوا مدونه الشغل جوج حوايج، اولا الا كنتي اجير عادي او لا اجير كادر، والفرق ما بين اجير عادي واجير كادر او لا اجير اطار هو المسؤوليات. الاجير اللي كيكون عادي كيكون عنده مسؤوليات اقل، والاجير كادر كيكون عنده مسؤوليات اكثر. يعني الكادر الا خرج من الخدمه صعيب نرون بلاصي ولقاو شي واحد عنده الدبلومات ديالو والخبره ديالو، وبالتالي غادي يوقعوا لنا مشاكل كبيره في الشركه ويقدر يوقع عليها حتى الافلاس. لذلك البريافي ديالو كيكون كبير. نهضروا على البريافي ديالهم. الاجير اللي كيكون عادي عنده 8 ايام الا كانت عنده الاقدميه اقل من سنه، اما من سنه لخمس سنوات كيكون عنده البريافي او لاجل الاخطار في شهر في شهر، اما من اكثر من خمس سنوات ديال الاقدميه كيكون عنده البريافي في شهرين. اما الاجير اللي كيكون كادر كيكون عنده شهر الا كانت عنده الاقدميه اقل من سنه، كيكون عنده شهرين الا كانت عنده الاقدميه من سنه حتى لخمس سنوات، وكيكون عنده 3 شهور الا كانت عنده الاقدميه اكثر من خمس سنوات. حفظت هذا الشيء لان هذه المره الثالثه كنسجل هذا الفيديو ودائما كيجي طويل وكنحاول نعاودو بطريقه زوينه. بون اسيدي انت حطيتي الاستقاله ديالك وعندك واحد البريافي ديال شهرين مثلا او ديال 3 شهور وما احترمتيهش، علقتي من الخدمه غير حطيتيها ليهم ودرتي علقتي لشي خدمه واحده اخرى، اذا هنا الباترون ديالك قانونيا عنده الحق انه يرفع عليك دعوه، ولا رفع عليك هذه الدعوه المحكمه غتحكم في حقك انك تخلص ليه هذاك البريافي كامل. مثلا كان داير معاك هو 10000 درهم للشهر سالير ديالك نت، فانت غادي تحط ليه هذاك البريافي كامل. مثلا عندك 3 شهور ديال البريافي غتحط ليه 3 شهور خلاص، اذا 10000 10000 10000 غتحط ليه توتال ديال 3 المليون. وحاله ثانيه كتوقع بزاف وكيسولوني عليها بزاف الناس، هي انني حطيت الاستقاله ديالي لكن الباترون ما بغاش يشدها من عندي، وهنا الى خرجت من الخدمه يعني ساليت البريافي وخرج فهو ما شدش من عندي الاستقاله ويقدر يرفع عليا دعوه ويقاولبني عاوتاني وياخذ هذاك السالير. اذا هنا شنو غادي ندير؟ خصني ضروري نصيفطها ليه عن طريق مفوض قضائي كيثبت انك راك صيفطتي لي الاستقاله هنا، سواء يشدها من عندك او لا ما يشدهاش، راه مفوض قضائي كيدير محضر وكيقول انني وصلت هذيك الاستقاله للباترون وكيبدا يتحسب البريافي من هذيك الوقيته. اذا فضينا من هذه المساله، اذا الاستقاله ملي كتحطها وكل شيء كيكون تمام وكتفاهم انت والباترون كذلك يقدر يعفيك من هذا البريافي الا بغى يدير معاك زوين، مناش كتستافد اسوفيان؟ ما كتستافد من حتى شي حاجه بطبيعه الحال، لانك انت اللي حطيتي الاستقاله ديالك بخاطرك، حتى شي حد ما بغى يجري عليك. ممكن انت حطيتي الاستقاله وباغي تستافد من شي حاجه، كتستافد من جوج حوايج فقط اللي هما الاس تي سي اللي هو هضرنا عليه في هذا الفيديو، وباختصار كيكون مجموع فيه البريافي ديالك اللي خدمتي فيه، يعني هذاك اجل الاخطار كتخلص فيه اللي هذوك الايام اللي خدمتيهم، زائد الكونجيات اللي ما استفدتيش منهم، زائد البريمات اللي استحقيتيهم وما خديتيهمش، زائد الاعياد الوطنيه الا كنتي خدمتي فيهم، ماشي جلستي فيهم، تكون خدمتي في الاعياد الوطنيه حتى هما كتخلص فيهم. المهم الاس تي سي هضرت عليه في الفيديو، سيروا شوفوه عاد اجيو كملوا هذا الفيديو هذا، داكشي علاش درت شوف فيديو مستقل باش ملي نوصلوا ليه هنا ما نبقاوش نهضروا عليه بزاف ونطولوا في الفيديو. ثاني حاجه تخليك تفقد الشغل ديالك اللي هي الوفاه، كنتي خدام متي صافي هذاك الكونترا ديالك غادي تلغى والناس غادي يستافدوا الورثه ديالك غادي يستافدوا، المهم داكشي كامل. اذا هنا مناش كتستافد من لا سي ان اس اس او لا صندوق الضمان الاجتماعي هو اللي كيتكلف بهذاك الشيء ديالك بدوك التعويضات، التعويض على فقدان الشغل كيبغي يعطيهم واحد شي حاجه بلافونيه في 6000 درهم لمده ديال 6 اشهر. كذلك كتستافد من التامين الى وقعت لك حادثه شغل، يعني كنتي خدام ومتي في الخدمه وقع لك شي اكسيدون دو ترافاي، هنا لاسيرونس هو اللي كيتكلف بهذاك التعويض
التعويض ديالك. ثالث حاجه كتخليك تفقد الشغل ديالك اللي هي الى درتي العجز التام، يعني وليتي عاجز تام على هذيك الخدمه ديالك، ماشي عجز كيكون مؤقت او عجز جزئي، مثلا تقطعت لك غير يد وحده وكي راه باقي عندك جوج رجلين ويد وحده اخرى، هذا كيتسمى عجز جزئي، كتكمل الخدمه ديالك عادي، يعني تسموك عجز تام. سواء فروحتي كنتي خدام وضحت عليك واحد الحديده وصافي حماقيتي مبقيتي صالح حتى شي حاجه، وليتي كتضرب بالحجر وحيدتي حوايجك وهذيك، سواء تقطعوا لك يديك ورجليك وتعموا لك عينك ما بقيتي قيتيش قادر كاع تقضي الخدمه، فهنا كذلك كتسينا ولا كتسالى هذاك العقد ديالك، وكتستافد من صندوق الضمان الاجتماعي هو اللي كيتكلف بالحوايج، يعني بحالو بحال الموت، وكذلك كتستافد من التامين الا وقعت لك واحد حادثه الشغل، يعني هذاك التفرويحه اللي جاتك او هذيك الاعاقه التامه اللي جاتك وقعت لك وسط الخدمه بسبب الخدمه كيتكلف بها لاسيرونس ديالك. اذا هادو ثلاثه ديال الحالات اللي كيخليوك تفقد الشغل ديالك. والحاله الرابعه اللي هي عليها الجدل اللي هي الخطا الجسيم، يعني كنتي خدام سنيتي على شي شيكات، درتي شي حاجه في الكونطابيل، درتي واحد الخطا لجسيم، تبسلتي على المديره ديالك او لا بنت المدير ديالك، درتي شي محاوله غلطه ولا شي حاجه من داكشي راكم عارفينه، هذا كيتسمى بخطا جسيم. هنا الباترون كيطري عليك وما كتستافد من حتى ريال، تخيل كيطري عليك وما كتستافد من حتى شي حاجه من غير الاس تي سي ديالك والتعويض على فقدان الشغل اللي كيعطيه لك لا سي ان اس اس. لا سي ان اس اس درت عليه في الفيديو، سيروا شوفوه عاد اش تشوفوا هذا الفيديو، هذا غادي يكون احسن. اذا سيدي في الحاله ديال الخطا الجسيم ملي كيطري عليك الباترون ما كتستافد من والو، لكن ما غاديش غير هكاك لله سبيل الله وغادي يطري عليك من الخدمه، ضروري خاصو يتبع واحد المسطره كتكون من خمسه ديال الحوايج، يتبعها بالترتيب ويتبعها كامله باش ما كيتسماش دار لك الطرد التعسفي. الا ما تبعهاش راه كيتسمى هذا طرد تعسفي، وكلو عندك واحد الحوايج اللي كيكونوا مهورين بزاف. اذا اول حاجه في هذه المسطره اللي هي استدعاء الاجير، يعني الباترون كيعيط على الاجير البيرو ديالو كيقول ليه اجي لهنا، وكيقول ليه راه الخطا الجسيم اللي درتي وشنو درتي، وكيحدد معاه واحد الجلسه ديال الاستماع، كيقول ليه راه غنديروا واحد جلسه ديال الاستماع غادي نحضر فيها انا وانت ومندوب الاجراء، وكل واحد غادي يهضر على راسه، وتماك راه غادي نقرروا اننا نطردوك من الخدمه. اللي خصك تعرف ان الباترون عنده الحق او الاجل ديال 8 ايام باش يستدعيك. مثلا انا درت الخطا الجسيم اليوم، سنيت على شي شيكات كحلتها على هذيك الشركه، والباترون عرف بهذه القضيه اليوم، عرفها اليوم، عنده اجل ديال 8 ايام فين يعيط ليا ويقول ليا انني درت خطا جسيم وانه قرر يطري عليا من الخدمه. الا ديباسا 8 ايام ضربوا تران، ما كيبقاش عنده الحق يطري عليا، ولا طرى عليا من بعد 8 ايام كيولي هذا طرد تعسفي، وانا اللي كنولي داعيه قدام المحكمه وكنولي مزغجرو. لذلك لي باترون اللي كيشوفوا هذا الفيديو واخا عارفكم غتبقاو ديروا ديزلايك، انتبهوا على القضيه، الا درتي حد خطا جسيم راه عندك اجل ديال 8 ايام فين تعيط عليه وتقول لي راني غادي نطري عليك. اذا ثانيا من بعد ما كيعيط لك الباترون في اجل 8 ايام كنوصلوا لمحضر جلسه الاستماع، وهذه هي ثاني حاجه في المسطره اللي خاص يتبعها الباترون. هذا محضر جلسه الاستماع كيكون فيه المشغل وكيكون فيه الاجير اللي دار الخطا الجسيم، وكيكون فيه واحد من مندوبي الاجراء. شكون هما هاد مندوبي الاجراء؟ مثلا عندنا كل 10 ديال العمال في واحد الشركه كيكون واحد كيهضر في بلاصتهم اولا كيهضر عليهم، هذا كيتسمى مندوب اجراء. يعني الا كانت عندنا هذيك الشركه فيها 100 واحد كيكونوا عندنا 10 ديال مندوبي الاجراء، اما الا كانت شركه كبيره فيها واحد 10000 واحد اللي خدامين ما نقدروش نعيطوا عليهم كاملين، انا يجيونا واحد 100 مندوب اجراء، فهنا كنديروا واحد من لجنات المقاوله، يعني هذوك كاملين كيترشحوا وكيصوتوا على واحد وكيتسمى برئيس لجنه المقاوله، وهو اللي كيكون يهضر على هذوك العمال. بالتالي اما هذاك مندوب الاجراء او هذاك رئيس لجنه المقاوله هو اللي كيحضر كذلك في هذاك محضر جلسه الاستماع. في الحاله الا كان هذيك الشركه فيها اقل من 10 ديال العمال، يعني ما عندناش مندوب الاجراء، فاحنا كنعيطوا غير على واحد من العمال، شي واحد كيكون كبير في اللاج كيحضر كشاهد فقط. كذلك الباترون او الاجير يقدر يعيط على واحد المفوض قضائي كشاهد كيدير واحد المحضر ديالو. اذا في هذا المحضر ديال جلسه الاستماع الباترون كيقول الحوايج كاملين اللي دارهم الاجير، الخطا الجسيم اللي دار، ها شنو الحوايج اللي تسبب لينا، ها الخسائر اللي تسبب لينا، والقرار اننا قررنا نطريو عليه من الخدمه. كنحاول نستعمل المصطلحات بالدارجه باش كلشي يفهم وتوصل الفكره. والاجير كذلك كيدافع على راسو كيقول انا ها شنو درت وها شنو ما درت، حكا راني غير مظلوم عباد الله، انا مزاول انا داك التخربيق. وهنا كيتكتب واحد المحضر كيكتبوا هذاك مندوب الاجراء وكيسينيو عليه، كيسيني عليه الباترون، كيسيني على الاقوال ديالو بحال المحضر ديال البوليس، وكيسيني الاجير على الاقوال ديالو.
ديالو، وكذلك هذاك مندوب الوزراء او هذاك رئيس لجنه المقاوله كيسيني كذلك في الاخر كيفيريفي انهم راهم جوجهم سيناو. هنا الا رفض شي واحد يسيني من هذوك، هنا فين كيجي الدور ديال مندوب الوزراء، هو اللي كيسيني في بلاصتو لانه كيكون شاهد. كذلك المفوض القضائي اللي كيحضر ما عندوش الحق نهائيا انه يسيني في هذاك المحضر، بل كيدير محضر ديالو خاص وكيكتب في المحضر ديالو انه حضر المحضر اللي داروا هذوك خونا، وان الباترون سيني على المحضر والاجير ما بغاش يسيني على المحضر، او الاجير سيني على المحضر والباترون ما بغاش يسيني على المحضر، وكيدير داكشي في المحضر ديالو وكيصيفطو كذلك المفتش الشغل الى اقتضت الضروره. اذا بمجرد ما كتسال هذيك الجلسه ديال الاستماع، فالباترون خاصو يدوز للمرحله الثالثه من مسطره الفصل، هي انه كيصيفط نسخه من هذاك المحضر اللي داروا وسيناو فيه المفتش الشغل. كذلك عنده اجل ديال 48 ساعه يصيفط مقرر الفصل الاجير حتى للدار ديالو مع اشعار بالتوصل. الا فاتت 48 ساعه وما وصلكش هذاك مقرر الفصل، راه الباترون ضربو تران، والا ترى عليك من موراها راه غادي تسمى طرد تعسفي. اذا نركز على هذه المساله الله يرضي عليك. كذلك هذا مقرر الفصل اللي كيوصلك حتى للدار مع اشعار بالتوصل خاصو يتضمن واحد العباره، ان الاجير عنده الحق يطعن في هذاك مقرر الفصل في اجل ديال 90 يوم. في القانون كنحسبو باليوم ماشي بالاشهر، كان بامكاني نقول لك 3 شهور لكن قلت 90 يوم، لان الشهر شي مره كتكون فيه 28 او 29 او 30 او 31 يوم، لذلك 3 شهور راه ما فيهاش 90 يوم، شي مره كتقدر تكون فيها 88 او كتكون فيها 92 او 91، لذلك عنده اجل ديال 90 يوم فين يطعن في هذاك مقرر الفصل. الا كانت هذه العباره مكتوبه بواحد الخط اللي صغير او لا ما بيناش او لا فيها شي تدليس بحال هكا، كتحول هذاك الاجل من 90 يوم لسنتين، اذا اوتوماتيكمون كيولي الاجير عنده الحق يطعن في هذاك مقرر الفصل في اجل ديال سنتين. وخامسا كيدير هذاك الباترون باش يكمل هذاك المسطره، فهو كيصيفط واحد الرساله عاوتاني المفتش الشغل كيكتب ليه فيها انني استوفيت جميع شروط الفصل، هذه الشروط بخمسه راني استوفيتهم ونضيتهم ومغيزين كاملين بالترتيب. كذلك كيصيفط ليه نسخه من هذاك مقرر الفصل اللي صيفطوا للاجير مع اشعار بالتوصل، كيدير ليه فوتوكوبي وكيصيفطوا كذلك بلس المحضر بلس الدلائل ودوك الوريقات كاملين، وتحاسب مع الاجير وهادي وهادي وصافي. هنا كيتسمى ان الباترون سالى او استوفى هذيك مسطره الفصل، وهذه هي اللي كتسمى بالمسطره الشكليه للفصل من العمل. مجرد ما الباترون ديالك يدير هذه المسطره بالضبط كيف ما ذكرتها انا بالترتيب ويتبعها وما يخرق حتى شي حاجه منها، راه كيتري عليك بلا ما تصور منه حتى شي ريال، فقط الاس تي سي كيتحاسب معاك بديك الكونجيات ديالك والايام ديال الاخطار والبريمات، كيعطي منك ما كتجيش شي حاجه كبيره ماكس واحد 8000 درهم ولا 7000 درهم، ويقول صافي سير الله يعاوننا ويعاونك، وانت كتبع لا سينيسيس باش تاخذ هذاك التعويض على الفصل من العمل، والباترون اللي بغيت يعكس معاك ما غاديش يسني لك واحد ورقه وما غاديش تاخذ حتى هذاك التعويض من لا سينيسيس. اذا هادشي كامل كيبان فيه مصلحه المشغل ديالك. ارا نشوفوا الا مشيتي طعنتي في هذاك مقرر الفصل في اجل ديال 90 يوم، شنو اول حاجه كيدير القاضي ملي كيوصل بهذاك الطعن؟ اول حاجه كيدير هي كيشوف واش المشغل احترم مسطره الفصل من العمل او لا. اذا هاد خمسه المراحل اللي قلت كيشوفهم القاضي واش تحترمه او لا، اولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا. الى لقى واحد الخرق اللي كيكون صغير غير صغير كتبان لك شي حاجه بسيطه، شي سنيه معوجه، شي نقطه ما مكتوباش، شي الف مخربقه ما بيناش، شي خرق اللي كيكون صغير في المسطره، هذا كيترفض وكيتسمى طرد تعسفي. وهنا ملي كيتسمى طرد تعسفي الاجير كيولي عنده تعويضات وحدين اخرين من غير الاس تي سي ومن غير التعويض على فقدان العمل. اذا اول حاجه كيتعوض عليها الاجير في حاله الطرد التعسفي اللي هو التعويض على الضرر، وهذا التعويض على الضرر كيتحسب حسب الاقدميه واللي هو شهر ونص على كل سنه ديال الاقدميه. مثلا انا خدام في واحد الشركه مده ديال سنه، ملي غادي يعطوني هذاك التعويض على الضرر كيعطوني فيه شهر ونص ديال الصالير ديالي، اذا كيعطوني شهر ديال الصالير زائد نص ديال هذاك الصالير. لنفترض انني عندي عامين ديال الاقدميه ويومين، عامين ونهار او عامين ويومين او عامين وساعه او عامين وربع دقائق، اذا هنا غادي يعطيوني شهر ونص زائد شهر ونص اللي هي 3 شهور ديال الاقدميه، زائد غادي يزيدوني شهر ونص لان القانون كيقول لك سنه او جزء من السنه، غير هذاك النهار ديال الاقدميه في القانون كيتحسب سنه كامله، لذلك حتى هو غادي ناخذ عليه شهر ونص ديال التعويض. وهنا التعويض كيفاش كيحسبوا لك هذاك الصالير ديال شهر ونص؟ كيحسبوا لك المتوسط ديال اخر 54 يوم ديال العمل، اذا كيحسبوك تقريبا شهرين الاخر اللي خدمتي فيها، كيشوفوا المتوسط شحال كنتي كتخلص، وهذاك هو الصالير ديالك اللي كيبقاو يعطيوه لك. اذا الطريقه باش تحسب
التعويض على الضرر كتشوف شحال عندك ديال الاقداميه، و الا كان زيد على هذيك العام غير واحد النهار او يومين او سيمانه راه كتحسبو حتى هو سنه، وكتجمع هذيك مثلا عندك 5 سنوات كتضربها في شهر ونص كتشوف شحال تعطيك ديال الشهوره، وكتحسب اخر 54 يوم شحال المتوسط ديال السالير ديالك وكتضربها في هذوك الشهوره اللي عطاوك. هذاك هو التعويض على الضرر. ثاني حاجه كتستافد منها في الطرد التعسفي اللي هو التعويض على الاخطار او التعويض على البريافي. الحمد لله هاد العطسه حابسه من قبيله. المهم التعويض على الاخطار او لا البريافي هو دوك الايام اللي خدمتي فيهم، وهذه شرحتها مسبقا وشرحتها حتى في الفيديو ديال الاس تي سي. يعني انت عندك البريافي في واحد الشهرين وخدمتي هذيك الشهرين كامله، عاد ترى عليك الباترون راك تخلص في هذيك الشهرين اللي خدمتي فيها. وثالثا التعويض على فقدان الشغل، وهذا كيعطيه لك صندوق الضمان الاجتماعي لا سي ان اس اس، ما كيعطيهش لك الباترون، وقلت انه كيكون محدد ف 6000 درهم المده ديال 6 اشهر كيبقاو يعطيوها لك. للاسف هاد التعويضات بثلاثه اللي ذكرت فهما كيكونوا بنيت، يعني كيكونوا سالير نيت ماشي سالير بروت، وهذه اللي منوضه واحد الروينه كبيره وبزاف الناس كيتضاروا انهم قانونيا راه بصح خصهم يتعطاو بالسالير بروت ماشي بالسالير نيت. ما عرفتش علاش الدوله دايره لنا هاد المشاكل هادو كاملين. ورابعا عندنا التعويض على الفصل، وهاد التعويض على الفصل حتى هو كيكون مقمح بزاف وكيتحدد حسب الاقداميه. الا كانت عندك من سنه حتى الخمس سنوات ديال الاقداميه فانت كتاخذ 96 ساعه ديال التعويض. اما الا كانت عندك الاقداميه من 6 سنوات حتى ال 10 ديال السنوات فانت كتاخذ 144 ساعه ديال التعويض، ومن 11 ل 15 سنه فانت كتاخذ 192 ساعه ديال التعويض، ومن 15 سنه الفوق فانت كتاخذ 204 سوايع ديال التعويض. باش تعرف هاد الساعه شحال داير معك الباترون قلت انك كتمشي لهذوك البولتان دو باي وكتشوف شحال كيخلصك من سائل الساعه. والسميك في المغرب هو 14 درهم فاصله 81، يعني الباترون ما عندوش الحق قانونيا يعطيك اقل من 14 درهم فاصله 81 سميك ديال 2021 اللي كان كاينين فيه حنا دابا. الا كان داير معك مثلا 20 درهم للساعه وهذه قليل فين غادي يديرها معك شي باترون، فانت كتشوف شحال عندك ديال الاقداميه. عندك مثلا 5 سنين ديال الاقداميه فانت غتاخذ 96 ساعه ديال التعويض، اذا غادي تضرب 20 درهم في 96 وغتشوف شحال غادي تعطيك وغتزيدها على دوك التعويضات الاخرين، وهذا هو التوتال اللي غتاخذ في التعويض على الطرد التعسفي. كنتمنى هادشي يكون واضح باش ندوزو لاخر نقطه اللي هي واحد الطريقه كيديروها الشركات باش كيتريو على بزاف ديال العمال بلا ما ياخذوا حتى شي تعويض. الطريقه هي لاسباب اقتصاديه واجتماعيه وهيكليه وتكنولوجيه. يعني الشركه كتقول للدوله حنا راه غادي يجينا افلاس الا ما جريناش على واحد 100 عامل لان السالير ديالهم طالع بزاف، ولا بقينا كنخلصوهم هذه الشركه غدير افلاس وغادي نصدقوا في الاخر سادين على كل شيء، لذلك عطينا بيرميسيون باش نتريو عليهم. هنا الدوله كتعطي هذه القضيه هذه، لكن كتكون واحد المسطره خص ضروري تتبعها الشركه باش كتوصل لهذاك القرار في الاخر. هذه المسطره هي على الشكل الاتي: الشركه كتعيط على هذوك مندوبي الوزراء وكتحدد معاهم واحد الجلسه ديال الاستماع، وكتعطيهم واحد الشهير ما بين ما كيعلموهم وبين هذاك الجلسه ديال الاستماع. مثلا انا هو مول الشركه كنعيط على مندوبي الوزراء كنقول لهم شوفوا عندكم واحد الشهير راه غادي نديروا واحد الجلسه ديال الاستماع باش نتري على الوزراء. اذا هنايا هذاك الشهير كيفكروا في هذوك مندوبي الوزراء في شي حلول بديله. ملي كيسال هذاك الشهير كنديروا جلسه الاستماع، هنا انا كنقول لهم الاسباب اللي بغيت نجري على هذوك الوزراء. كنقول لهم مثلا عندي واحد 100 اجير السالير ديالهم طالع، هما خدامين مثلا شيافار اولا كيديروا ليفريزون اولا في لومبالاج اولا في الغيسيرسوما اولا في الكونطابيليتي، يعني كنحدد لهم القطاع فين كاين وشحال من واحد بغيت نجري عليه والشهير فوقاش غادي نجري عليهم. هنا مندوبي الوزراء كيعطوني حلول بديله، كيقولوا لي مثلا بلاص ما تجري على 100 واحد جري غير على 50 وال 50 الاخرين نقص لهم من السالير، اولا ما تجري على حتى شي واحد نقص لنا كاملين من السالير، حنا موافقين اننا نصبروا معاك واحد العام او العامين نبقاو خدامين معاك غير بالنص ديال الصالير حتى تفوت هذه الازمه والشركه تفوه، وديك الساعه حتى شي حد ما غادي يفقد الشغل ديالو. الا وصلنا لشي حل مزيان، ما وصلناش لشي حل راه هنا انا كنصيفط واحد المحضر اللجنه الاقليميه فيه هذاك الشيء اللي تفاهمنا مع هذوك اللجنه مع هذوك مندوبي الوزراء بلوس مع الادله، كنقول لهم هاد الدلائل اللي كيبينوا ان الشركه ديالي او الوزين ديالي غادي يدير افلاس الا ما جريتش على 100 واحد. اذا هذيك اللجنه الاقليميه اللي كيتراسها العامل، والعامل اللي كيكون معينه الملك كيكون محكم في هذيك لا ريجيون، فهو اللي كياخذ القرار كيشوف هذوك الدلائل واش فري الشركه غادي يجيها افلاس مثلا عندها بزاف ديال لي شارج وعند الكريديت وهادي، وكيشوف هذاك المحضر شنو كان مكتوب فيه واش احترمت هذاك الشهير ديال الاخطار. هنا العامل فهو كيوافق يا اما نتري على الوزراء اولا كيدير الرفض. في الحاله ديال الا وافق اولا دار الرفض ضروري خاصو يدير التعليل علاش وافق اولا علاش رفض. الا وافق ودار التعليل مزيان غادي نتري عليهم غادي ياخذوا غير الاس تي سي ديالهم، الا رفض راه هنا ضربني تران انا
انا صاحب الشركه. في الحاله الا وافق مثلا ما غاديش غير نجي هكاك وغادي نجري على 100 واحد، ضروري خصني نتبع واحد الحاجه اللي كتسمى بسلم التنقيط. هاد سلم التنقيط يعني كنجري على الناس اللي عندهم النقاط اقل. وكيفاش كنحسب النقاط؟ نعطيكم مثال، واحد مثلا عنده 50 عام، هذا واحد العامل عنده 50 عام، واحد الاجير واحد اخر عنده غير 22 عام. اذا هذاك الاجير اللي عنده 50 عام مزواج، عنده بنيات، عنده مراته وكاري، وعنده واحد الوضعيه اجتماعيه صعيبه، وهو اللي كيصرف على الاسره ديالو. الا جريت عليه غادي تشتت العش ديالو، والمراه ديالو غتخرج للزنقه، الاولاد غادي يخرجوا كمي، وكل واحد ما نعرف فين غيخرج، المهم غادي يوقعوا ليه مشاكل. باغ كونط هذاك الاجير اللي عنده 20 عام، هذاك مازال ساكن مع والديه، مازال كيصرفوا عليه، ومازال المستقبل قدامه، اذا عنده نقاط اقل. اذا هكا باش كنتبع كنشوف الناس اللي عندهم وضعيه اجتماعيه صعيبه كنزيدهم النقاط، اللي كبار في اللاج كنزيدهم النقاط، اللي عندهم الاقدميه كنزيدهم في اللاج، والعكس عاوتاني اللي عنده اقدميه اقل واللي باقي صغير وما عندوش كاع شي وضعيه اجتماعيه صعيبه وما كيصرف على حتى شي حد فهو عنده نقاط اقل. وزيدون هذاك اللي عنده 20 عام ولا 22 عام، الا تريت عليه راه مازال يقدر يدفع السيفيات، مازال عنده الجهد، سينو انا ما بغاش يدفع السيفي، غادي يدير كيف ما كيدير صاحب قناه حكايه، يفتح واحد الشين في اليوتيوب او لا يدير الاي كوميرس ويبعد هو كاع على هاد الصداعات كامل. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي حاجه من هاد الفيديو. الا شفتي ان قناه حكايه كتستحق الدعم ديالك وشفتي واحد السلاسه في الشرح ديال المعلومات والفكره كيفاش كتوصل، ما تنساش دير لايك وسبسكرايب. الا كنتي ديجا مابوني ما تنساش تخلي لايك وتبارطاجي الفيديو وتخلي شي كومونتير يكون زوين. دمتم سالمين.